الفتره لا فما لا نظام لا حتى شيء. نورمالمون السلك الامني لهنا ينظم الصفوف، ليش عاملين يقصوا في السكر خويا ويبيعوا من الشنوار. شوف فما صف منظم، فما صف من غاديك منظم، فما حتى صف صباح. نحن واقفين نستنوا من الصباح عشرين ألف تيكين فماش جمل، وصلنا لقيشي قال لك تلقاو كان تاع 30 ألف ويمشيو بلوز فيراج الله أعلم. اللي يوصل يقص لك بالعشرة 11 تيكين توصل أنت يقول لك مع 10 لقاه بترونتو بكرونت. عليه يا خويا احنا جايين من الصباح راهو من هنا، وأون بلوز أنت تلقى ستة قيشيات يحل قيشي كهو بعدين يقول لك تيكين ما فماش. شكون الله بالتنظيم الله اعلم وين نتاع الكلوب الهيئه ما فماش جمل. هيئه الكلوب ماني حتى حد من هيئه الكلوب اليوم. خويا انت مسؤول على القيشيات، خمسه قيشيات تحل كان زوز وتحبها ما تدخلش في حيط كيفاش مالك. يا خويا نحن ما عادش نحبوها الكلوب. تذمرات كبيرة في صفوف أحباء النادي الإفريقي اللي ما نجمتش تتحصل على التذاكر. رشيد، كانوا المشكل يتعاود في كل ديربي ولا في كل مقابلة كبيرة نقولوا ينظمها النادي الإفريقي. طلبتوا يظهر لي عدد معين من التذاكر هو 30 ألف، السلطات الأمنية مكنتكم كان 22 ألف، هو ربما اللي خلى الوضعية هكا. مش هي الحاجة اللي خلتنا نوصل للوضع اللي كنت شاهد فيه؟ وهل صحيح أنه هيئة النادي الإفريقي وهيئة التنظيم كانت غايبة في قسانسك؟ موضوع ذا قاعد يتكرر مع النادي الإفريقي ومع برشا أندية في تنظيم مقابلتها الكبيرة. هو الحل اللي يظهر لي سهل وواضح حسب رأينا، هو يلزم يكون ثم أكثر عدد ممكن من الزبوني واحد، وبالنسبة اللي ماهمش أبوني يلزم توفر لهم لا سوليسيون أون ليني اللي هي الحل الأنجع، خاطر لو كونترول في ليغيشي معناتها سا دوفيان انكونترولابل على حسب معناتها علمي، مانيش تقني في الأمور هذيا، لكن على حسب علمي اللي سا دوفيان انكونترولابل. الحل اللي يظهر لي بالنسبة لي أنا باش الأمور هذيا ماهاش تعاود هي لا سوليسيون أون ليني، جربناها قبل ونجحت العملية ويلزم نرجعوها نعاودوا نفعلوها في أقرب وقت. أكاكا تليميت أكاكا تحد معناها من اقتناء تذاكر معناتها بعدد كبير، تكون ثم معناتها التذاكر ديسبوزيسيون نتاع لي سوبورتير في أي لحظة في أي مكان، يعمل ريزرفاسيون نتاعو في أي لحظة وما عندوش الحق يقص أكثر من 3 تذاكر حسب معناتها ايدونتيفيون يونيك سواء بطاقة تعريف ولا حاجة. بريف اللي صار هو شنو؟ اللي صار كونه احنا المطلب نتاعنا مش من السنه راهو من العمليه، المطلب نتاعنا هو كان رجوع جماهير تاع الفريقين ورفع الويكلو. توا ثم ويكلو بارسيال وبعد زادونا في الكاباسيتي نتاع الستاد، فرحنا قلنا زاد باش يكون موجود جمهور الضيف. وهي لاجستيون هي الصعيبه، علاش؟ خاطر انت حتى التوافد هنا اللي تلقاه، نتخيل اللي ماهوش كاش جمهور النادي الافريقي فيه زاد جمهور تاع فريق الضيف، وهذا عادي معناها وموجود. احنا اللي طلبناه في الاجتماع الامني كان واضح، احنا طلبنا 30 ألف تذكره وال 10% لجمهور الترجي كما اللي تم النص عليه من في اول الموسم من وزاره الشباب والرياضه. فهذا كنا معناتها بالنسبه احنا طلبنا ب 30 ألف، وهيئه الترجي حضرت معنا في الاجتماع الامني طلبت 10%. احنا ما عندناش اوبجيكسيون، بالعكس معناتها يساعدنا معناتها يتقصوا التذاكر حتى بور لو شارم دو فوت، حتى من الناحيه الماديه، حتى من النواحي الكل يساعدنا يكون حاضر زاد جمهور الترجي. اللي صار كونه تم قبول مطلبنا معناتها من الاول 13 ألف، ثم ترفيع 15 ألف، ثم 20 ألف، ثم في الاخير اعطونا 22 ألف تذكره ولي فيزيتور دوك يدخلوا بقائمه اسميه.
اللي صار دونك التذاكر اللي هبطوا دونك حضور كثيف جدا في نهارين، العباد كل توفدت في الصباح الباكر، معناتها انا بيرسونيلمون اعتذر معناها لي سوبورتير اللي ما خلطوش ولا اللي راسهم يقتنيوا في التذاكر في السوق السوداء. والمشهد هذا قاعد يتعاود كل مره، ما ثماش حتى معناتها يقولوا الناس اللي ثم امنيين هم اللي يقتنيوا في التذاكر. انا معناتها ما نجي في صف حتى حد في المجال. فماش دليل مادي اللي يقول ولا، لكن العباد كل تقول فيها ما نظنش كل العباد معناتها تتجنى معناها. الفو بروندر الحاجة هذوما سيريو معناها. إذا كان ثم بالحق ثم شكون كوسوسوا أمنيين ولا شكون حتى معناتها من النادي ولا اللي يبيعوا في التساكر يخرجوا بأكثر عدد وكل اللي يلزم يتاخذوا القرارات المناسبة. أبري اللي ريناه كونه علاش طلبنا 30,000 احنا ساعة؟ ما طلبناهاش بوران برادفير ولا طريقة اعتباطية ولا حاجة، طلبناها من معطى كونه نعتبره رواحنا نجحنا في تنظيم مثلا مباراة الأهلي الموسم الفارط اللي حضروا فيها 30,000 متفرج، وكانت في ساعة متأخرة من الليل. الأمن يعطيه الصحة وسهر برشا على تنظيم مقابلات كبيرة والموسم الفارط خاصة، ومن هنا نعاود نحيي الكوادر الكبيرة تاع الأمن تاع وزارة الداخلية اللي تفاهمونا وتعاونوا معنا ويتعاونوا معنا في كل مقابلة. فكانت معناتها قلنا احنا اللي هذه فرصة باش نبداو نرجعوا الجمهور، ما تنجم تمر كاشي عن طريق من بوابة الدربي جمهورنا احنا وبحضور جمهور تراجي حتى كانوا الأعداد مش كبير، تكون معناتها حاجة اوتوريزي، أسهل لنا في الجيستيون بعد، أسهل الناس الكل، نعطيو صورة باهية ونجموا نواصلوا من بعد باش نحلوا يكلوا بتيتا بتي. اللي لقيناه من بعد في استاد عطاو 22,000 تذكرة، لقيناه في استاد لقينا معناتها ثم عدد أكبر من 22,000 تذكرة ما تم اقتنائها. فهذا بالنسبة لنا احنا سيت امون كاغانيين واحد، خاطر إذا كان ما دهمنا لنا بعناهم. صحيح. فهمت؟ قداش تقدروا الجماهير اللي دخلوا؟ فما يمكن 30,000 دخلوا، أون فان تكون دخلوا 30,000 يقولوا فما 2000 قداش جماهير الترجي؟ يمكن هكاك في 2000 زاد، فهمت؟ فهذا بالعين المجردة. كيفاش دخلوا رشيد؟ عندكش فكرة كيفاش ينجموا يكونوا دخلوا؟ لأنه والله أنا 8,000 ربما زايدين ولا 1000 زايدين. ما نعرفش، ذاك على التساؤل نتاعي، حتى بعض الناس يسخيلوني بكريكا حتى كي تكلمت نحكي على الدخول نتاع جمهور ترجي، نحكي على الدخول نتاع العدد الزايد في الكل، فهمت؟ انا ما عنديش مشكل معناتها، ماذا بيا انت عندك اصدقائك برشا في الترجي؟ لا معناتها في جمعيه الكل، ماذا بيا حتى الديربي تلعب معناتها شطر بشطر، انا معناتها اي ديربي كسوا الفريق تنظم ولا ترجي تنظم، مباراه الفريق والاتوال كيف كيف، مباراه الفريق والصفاقس. هل انا حاضرين رشيد اليوم باش نظموا بزوز جماهير؟ هذا السؤال اليوم. اليوم فما امنيين هما اللي قرروا، هل الان احنا صحيح اليوم له دور المسؤول له دور الصحافي؟ متفقين متفقين، احنا عديو في المساج، فما الامنيين هما اللي احنا عديو في فكره ونعديو في مساج، ابري با اصحاب القرار هما اللي قرروا، لكن احنا عندنا معناتها لي زارغيومون تاعنا اللي نبنيو عليه. ما قلتلكش باش نلعبوا ب 50,000، نجم نلعبوا ب 30,000 حتى كان مثلا البرا بار اكزومبل يعطيو 75% ولا 80% من الستاد للفريق المضيف و 20% للفريق الضيف، نجم يعملوا دي سيباراسيون باش تكون جيستيون معناتها مقبوله. البارح دونك المفاجاه هي اللي صارت، هو شنو هو العدد اللي تكاثر من جمهور الترجي بين الشوطين، هذاك هو اللي خلى معناتها اللي خلينا معناتها نتسائلوا اكثر. لليوم انا بيرسونيلمون ما عنديش ريبونس، انا جيت في فيستير بيرسونيلمون في بين الشوطين، كيف طلعنا الناس كلها لاحظت لي حتى لونسانت انفيريور ولات معبيه. مش تفتحوا تحقيق رشيد في الحكايه؟ ولا مش نفحوا معناتها مش حكايه فتح تحقيق ولا ذوما ولا لجنه وكل، مش مع العبارات ذوما اكثر منه، انا يلزم كل واحد معناتها يكون صريح حتى مع نفسه، فهمت؟ اللي صار قبل في الدربيات كونه من في العوام اللي فاتوا الموسم الفارط معناتها خذينا لي لوج الكل وقت الترجي نظمت دربي الروتور، عملوا تراجع كيف خذيت لي لوج الكل، لكن باش يدخل العدد هذاك من بعد الكل في سانت انفيريور هذاك يطرح تساؤل، خاطر كيما قلت لك من نواحي الكل، ما نحكيش على نتيجه المقابله، نحكيو على الامور التنظيميه، فهمت؟ حتى من الناحيه الماديه معناتها لخزينه النادي كنا نجم نستنفعوا بهم واحد فوالا، واثنين معناها كيف طلبنا احنا علاش ما خذيناهمش النمبر ذا 30,000 مع ال 10 وقت هما دخلوا الترجي الوركو هما دخلوا. واضح رشيد، واضح رشيد، واضح السؤال نتاعك واضح. هات نحن نمر توا للامور الفنيه بعد ما حكينا على الامور التنظيميه. هات شادوا جماهير نادي الافريقي شنو هي قالت قبل المقابله ثم نعودوا للبلاتو. We'll be right back.
حضور كبير اذا كما شاهدنا من جماهير نادي الافريقي وحتى جماهير الترجي كما كان يحكي رشيد منذ قليل. نمر للامور الفنيه سعد مجيد. الترجي الرياضي ينتصر بهدفين مقابل صفر، هل كان انتصار ترجي البارح مستحق؟ وقبل ما نحكيه على الديربي نحب نحيي سي رشيد زمرلي، معناها بصراحه معناها مسؤول، معناها صعيب ياسر باش مسؤول يخسر ديربي ويكون حاضر معنا في البلاتو، وهذا يدل ان اذا النادي الافريقي عنده مسؤولين مثل سي زمرلي رغم الخساره معناها تنجم تتهنى على مستقبلها. احنا شفنا حتى بعض المسؤولين معناها وقت يخسروا ما عادش حد يحكيوا، ما حد مش يحكيوا حتى من الكاميرا. انا نقول نحب نحكي لا ورشيد للامانه مستوى ثقافي كبير، والناس الكل تحبه والناس الكل تقدره والناس الكل تعزه، ونقول انا مفخر للنادي الافريقي باش تكون تكتسب معناها مسؤول على مستوى سي رشيد زمرلي، هذا معناها بين قوسين. بالنسبه للمقابله شوف المقابلات ديما احنا تكلمنا برشا مرات، هذوما المقابلات ديما يتلعبوا على ديتاي وتكلمنا فيه وشفنا المقابله معناها من الشوط الاول حتى الشوط الثاني ديما الا باسكولي، كان تنجم النادي الافريقي يسجل من الاول، خلق صابر زوز فرص زوز فرص الترجي طه حسين معناتها الخنيسي فرصه معناها ديما تحس، برغم اللي الشوط الاول كان اسبقيه طفيفه للنادي الافريقي على المستوى معناتها امتلاك الكوره امتلاك الكوره اي وعكس الترجي الروسي معناتها ما كانش يلعب معناتها متاخر، بالعكس كان معناتها موجود وكان ديما يراقب في تحركات النادي الافريقي ويحاول باش يتقدم لقدام. معناها تقريبا هذاك الشوط الاول شفنا فيه اندفاع بدني معناتها كبير، زوج فرق لعبوا بروح كل فريق حاب يربح. وقتاش نجم المقابله الشوط الثاني تقريبا مشى على نفس النمط، وقتاش الى باسكولي لو ماتش هو وقت خرجت خروج الميكاري، هنا وقتها نقول لك صيب ديربي وفريق كما النادي الافريقي ولا اي ترجي يلعب نقص عددي تولي مهمه صعبه، خاصه ان النادي الافريقي كان على المستوى المحور الدفاعي بوسليمي عدى مقابله مع عيفا على مستوى عالي برشا. رغم غياب وعنده مده شيء غايب على الميادين على البوسليمي. معناها على مستوى المحور الدفاعي كانت معناها التمركز انا بهرني بصراحه. ربما الغلطه اللي صارت هنا هو خروجه من لاكس ودخوله الجهه اليسرى على اليسار وقت هو ماشي مليح. الغندري ما عندوش الخصال باش يكون في المحور الدفاع، هذه البرتيرباسيون صارت على النادي الفريقي، ثم وصل الميدان، شفنا تقريبا النادي الفريقي ديما قاعد يلعب بثلاثه لاعبين في نص الميدان، بينما الترجي التونسي مع التفوق العددي مع دخول ادم الرجيبي، معناها تقريبا صار نوع من التفوق، هنا صارت هذيك هي الديفيرونس اللي تعاملت في المقابله، معناها الخروج الميكاري بالنسبه معناتها هو كان نقطه تحول، واكيد ان الفريق يلعب بعشره وفي معناتها في المقابله هذيك معناها المقابله صعيبه هي كانت هذا هو ربما اللي عمل تفوق الترجي التونسي على النقطه هذه، هذوك اللي ديتاي اللي نحن تكلمنا عليهم اللي ديما هما يفهموا باسكولي، هذا ما يعنيش ان الترجي التونسي معناتها قدم مقابله معناتها اجماليا معناها طيبه، معناها اليوم هو على في ديناميك دو فيكتوار، هذه تقريبا رابع انتصار معناها هذا ربما النقاط اللي نجم نستخلصوا منها على في هذه المقابله. سي لطفي، شنو هي الحاجات ربما اللي عجبتك في اداء الترجي البارح واللي خلات الفريق ينتصر على بطل الموسم على النادي الافريقي؟ هو الترجي كما قال عبد المجيد بدا يعني بنوع من المردود نتاعو ما كانش مردود العادي نتاعو، هذا نظرا ل جل معناها برشا عناصر ناقصين الخبره نتاع الدربيات. صغار فما اللي تقريبا أربعة خمسة ملاعبين أول مرة يلعبوا الدربي وقعدوا يلعبوا اللعب المباشر، معناها فما كان تفوق النادي الإفريقي في الشوط الأول، جات فرصتين النادي الإفريقي واضحة، جات فرصة للترجي في الشوط الثاني، المدرب أقحم رجيبي مكان سيسوكو اللي ما كانش في نهارو، وهذه كان بالنسبة لي أنا قبل الإقصاء نتاع المكاري نقطة تحول نقطة تحول، خاطر الترجي ولا يلعب الكرة اللوطة ولا يلعب في لعبه، هنا يكون الهدف الأول كان سبقته 35 تمريرة تقريبا 37 يعني قريب يعني هدف ما نشاهدوش معناها ديما في 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 ميادينا، وزيد من بعد الإقسام تاع المكاري هو اللي زاد سهل المأمورية ولا الترجي توصل يلعب بلاحية، حسيت شويه تعب فريق النادي الافريقي. الخساره جايه قبل الهدف. قبل الهدف. قبل الهدف.
وقت جاء وقت الدقيقه 66 لا لا حكيت على هدف نعرف 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 الاقصى كان في الدقيقه 66 وترازي سجل في الدقيقه 77 الهدف لا لا نعرف الاقصى يعني جاء قبل الهدف اما الترجي ولا يلعب كره نظيفه وكره نتاعو هو العاديه منير النادي الافريقي رغم اللي ما قدمش مقابله خائبه ما قدمش مقابله سيئه وسيطر في بعض اوقات المقابله لكن في الاخير انهزم شنو هي ربما الجزئيات اللي خلات الفريق ينهزم في اللقاء الديربي فما كلمه تقال هي الديربي راهو ما فماش احكام مسابقه فيه ما فماش ديما الفريق اللي يطغى على يعني المقابله الكل هو اللي ينتصر شفنا النادي الافريقي دخوله كما قالوا الاخرين الكل دخوله كان ديريكت في يعني لونتام تاع الماتش كان كبير ياسر وشوط اول ممتاز نقول ممتاز فاش ما نقولش فنيا نقول تكتيكيا في الدويال ربحوا الدويال نتاعهم خذوا وسط اي فهمت يعني خذوا الثنائيات خذوهم الكل وفي الاخر نجيو للفرص الفرص قبل الاهداف كانت زوز فرص سانحة للترجي وفرصة سانحة للوهد يعني الفيزيونومي تاع المقابلة كي تشوفها تشوف اللي يلزم تكون النادي الافريقي هو اللي واخذ المقابلة في كل حاجة فهمت يا اخي شفنا العكس شفنا اللي الترجي قلنا ضربنا زوز على 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 البار على العارضة وكرة للنادي الافريقي هنا تتلعب في جزئيات يعني شفنا جزئيات اني نلخصها في واحد برك نقول اني المكاري لهنا بالرغم اللي عنده الخبره والخبره نقولوا احنا ديما الديربي نتاع كبار وواحد سي با فري احنا الصغار قاعدوا في التيران يلعبوا الكبار خرجوا هنا اللي النقطه نقول يعني الزوز ورقات اللي خذاهم نتاع نقول نتاع نجم مازال اول اول مقابله يلعبها في ديربي فهمت خذا الورقه الصفراء الاولى ظاهر نتاع واحد يعني السرعه نتاع المهاجمين هي اللي خلاته فهمت ماهوش حاضر ماهوش واقف على ساقيه خذا الورقه الاولى والورقه الثانيه شفناها الناس الكل ما نحطش بين قوسين ما نحطش كل شيء في المكاري راهو هو فهمت يعني فما فرق حتى ب 10 لاعبين وانتصرت اما شفنا شفنا يعني يعني الخمسة دقائق ولا العشرة دقائق بعد الخمسة دقائق خلينا نقول مش عشرة دقائق خمسة دقائق بعد الورقة الحمراء شفنا النادي الافريقي مازال يمشي لقدام ومازال قاعد يضغط على الترجي. الترجي كان ذكي ياسر نقول اني كان ذكي ياسر سيرتو في الهدف اللي سجله نشوفوا حط كرة لوطا لعبوا نقول نوم الفريق الخاسم هو النادي الافريقي نومه في قداش من واحد لين تشوف في الهدف الاول الملاعبيه نتاع النادي الافريقي ما عادش يحبوا يمشيوا يعني قعدوا يستناو في الكره حتى نجيهم حتى وهذا هو اللي ممكن خلى الهدف يكون ممتاز جدا خير من الهدف الثاني يعني يكون عادي يعني هو شوف منير وقت بدا الكلوب الافريكان تلعب 10 ولاو فما برشا دي سباس تخلقوا مساحات اكثر فهمني وكما قال لطفي كلمه باهيه الشوط الاولاني كان ترجي في كره طويله على الخنيسه لعب مباشر بعد وقت حط كره لوطه مع نقص العدد نتاع الافريقي تحكم اكثر شويه نوعا ما في اللعب وشكون عمل الديفيرونس الماتش هذاك اللاعب سعد بقير اللي تريز انتليجون معناها الكرات اللي خرج من ساقيه كل كره تخرج من ساقيه تهز اللي فما خطر فهمني الكره الاولى اللي اعطاها الخنيسي اللي فيها انفراد الكره اللي ضربها على الباء كما زاد النادي الافريقي كان يسجل قبل كره منيوي كان يجب يسجل فيها النادي الافريقي ممكن البارتي تولي حاجه اخرى علاش قلت لك الماتش الى باسكولي في برشا لحظات اما ديما نقول سعد بقير معناها برغم انا بهرني برغم صغر السن نتاعو شخصيه الديربي نتاعو يعني شخصيه دربي. شخصيه كبيره معناها هذا كما عندنا كما النادي الافريقي قوه كما اللاعب خليل صبر خليفه صبر خليفه ستان دونجي كل ما يمس الكره معناها فما خطر معناها فما ملاعبيه تمركي لو ديربي سعد بقير رغم صغر سنه
معناتها تقريبا قد 21 سنه، معناها تحس اللي مشروع نتاع ملاعبي كبير ان شاء الله معناتها ما يتغرش بالمقابله اللي عملها. مي الكرات اللي خرجتهم خاصه البوتو الاولاني صحيح فما برشا ديباس عملتهم الترجي التونسي معناها تقريبا، لكن هو عاد هذيك التمريره اللي جاب ممكن زاد وقتها زاد الافريقي ما ضغطش كما يلزم على على الترجي، ممكن النقص هذاك العادي خليه يوخر شويه ان الافريقي خاطر ما تنجمش راهو فريق اصلا ما تنجمش فريق راهو يضغط 90 دقيقه راهو شفنا 45 دقيقه ونشوفوا يعني الثنائيات كما نقولوا الان كونتر ان واحد ضد واحد نشوفوا ديما شكون يخرج فيها هي النادي الافريقي في الفك الكره في الواحد في الضغط. مي هنا الشوط الثاني ممكن نقول اني ديما بعد الورقه الحمراء تبدل كل شيء، ممكن ممكن في مشيان الملاعبيه في الضغط خلاهم ممكن برشا حاجه برك جزء بي انا فنيا ويعرف نعرف باش يجاوبني انا نقول صحيح صارت نوعا من ثوره صغيره عملها المدرب سانشيز ويتحمل مسؤوليته فيها هو، هو وقت لعب احمد خليل والوظفي اللي هما صغار سن كل شيء عملناه النادي الافريقي البحث الترجي التونسي ناطر وبالعيد كانوا على المستوى معناتها الخبره والديكادر اليوم نقول انا ممكن خروج ممكن ما نعرفش اسبابهم خليه عندهم قيمه كبيره على مستوى وسط ميدان تاع النادي الافريقي. سيد اكثر من الجانب الفني اليوم جماهير النادي الافريقي ربما تتسال طول غياب حسين ناطر وتيجاني بالعيد وبرشا كلمات وبرشا اشاعات كانت واضحه انه يفوق وتقول شنو هي الحكايه نتاعهم. نبدا ساعه باش نبدا في تسلسل خاطر جاك الريبونس هذايا هي النقطه الاولى ساعه اللي نحب نحكي عليها لكونه ما ثم معطى مهم برشا للنادي الافريقي الافكتيف نتاعو نقص 11 لاعب بين مصابين وجوالات في التأهيل البدني منهم ستة في خط الدفاع، ستة لاعبين في خط الدفاع معناتها أي جمعية جينيرالمون أي جمعية اللي في كتيف نتاعها نتاع لي ديفونسور بين لي لاتيرو لي زاكسيو بداو بين التسعة 10 ملاعبين اللي هما الحدادي العقربي وليد الذوادي سيف تقا هشام بالقروي وسليمان كوليبالي. دونك على ذمة المدرب لتحضير الدربي عنده خمسة لاعبين يلعبوا يلعبوا مدافعين، دونك حتى في ماتش دابليكاسيون لي زونترينمون في البارك معناتها يلقى صعوبات حتى باش يطبق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وزيد عليهم لو سيتيام خذا ورقة حمراء البارح فهمت هذا المعطى الأول. المعطى الثاني اللي كونوا الإصابات تو برشا ناس سألت على الإصابات خلينا نوفقوها راهي الإصابات الكل إصابات بتاع كورة معناتها دي روبتور دو ليغامون كروزي دي فراكتور دي زونتورس غراف دو لا شوفي بوبالجي فهذوما الكل دي بليسور اخطا شناحي معناتها عمل دي شيرور وكي ريشوتي حتى في بلجيكا راهو داخل في التعب داخل في التعب لا متفقين هذا هو عندنا شكون واحد بركه فوالا والي هذاك بالنسبه لتيجاني وناطر تيجاني كان عنده زاد اصابه وهم برشا ناس قالوا شبيه ما ضرش هما يسالوا على ثلاثه شناحي وناطر وبالعيد ثلاثه راهم مصابين ما عندنا علاش مش خبي على حتى حد صحيح تيجاني يشارك في المباراة الودية الأخيرة ضد واد الليل لكن المدرب ارتأى كونه ماهوش حاضر 100% باش يكون موجود في البيض وما خيارات مدرب ما نجمش نناقش فيهم هو عنده المعطيات أكثر مني على الأمور الفنية وجاهزية تاع الملاعبية أنا كمحب الرأى اللي فما ما نعرفش رأيي مثلا لاعبي خبرة نجم يكونوا موجودين نجم يكونوا يعاونوا لكن المعطى الرسمي اللي كونه بالنسبة للمدرب تيجاني مازال ماهوش حاضر 100% مازالت معناتها مخلفات الإصابة مازالت عنده شوية أوجاع فبتصحيح تيجاني حب فرصة نروحه حب يلعب يحب يلعب تيجاني الكل اكيد مش يلعب في الجولات القادمه بالنسبه لستيفان ناتر رجع مع المجموعه يترينا بدايه الاسبوع اللي تعدى بعد جلسه جمعته مع رئيس النادي سيد سليم رياحي والمدرب دانيال سانشيز تم وضع النقاط على الحروف في الجزائر فوالا احنا موجودين هنا باش يتفادوا الخلافات بين كل الاطراف في النادي وهذا موجوده في الجمعيات الكل صحيح تقول لي جا في التايمينغ نتاعها غلط نجموا نتحملوا فيها مسؤوليه كما نجموا لا لكن هذا هو الواقع هو رجع مع المجموعه اسبوع قبل الدربي معناتها نعتقد اي مدرب يلعب الحاضرين اكثر هذا واحد اثنين اللاعبين اللي لعبوا الكل معناتها رغم الغيابات ورغم النقائص ما يقلوش قيمه وما يقلوش اهميه وما يقلوش كفاءه من زملائهم الاخرين ونحب نحييهم الكل واحد واحد رغم الهزيمه علي الدين بوسليم جبت عليه بكريكه كوسوسوا الاولاد الصغار معناتها مهدي ولا خليل الاولاد الكل وفما ملاعب وحتى بالنسبه لياسين معناتها حتى على الاقصاء معناتها اللي خذاه اللي انا نعتقد كونه حسب التعاطي بتاع السيد سعيد الكردي البارح من غير ما نحكي على المباراه نتيجه يستحق الترجي التونسي انتصاره لكن نعتقد الورقه الثانيه
التعاطي هي صحيحه دولا بسولو، لكن التعاطي بتاع الحكم مع فما روح القانون تقصد ربما بالضبط مع تفوسيني كوليبالي مسكوا ربيدو دقيقه 50 وعنده افيرتيسمون ويهاب عمل تيراج دو مايو، تيراج دو مايو الاول عملوا الكلوب كل طالعه وخذت الكره جات عند فخر الدين بن يوسف باس غلطه مشات لعي مركي معناها الحق معناها فبتاع خبره فهذا كله حبيت نحطه في اطاره. معناتها الترجي ربح مبروك عليهم، مازالوا ثم دربيات اخرين باش تلعبوا، مازالنا باش نربحوا دربيات، مازالنا باش نربحوا دربيات، حاجه هذيك سنه الحياه. كما قلت معناتها جاونا فرص ما سجلناهمش، الدربي نتاع سامحني يشبه برشا دربي دوزا دو نتاع مناول بالنسبه لي انا، نادي الفريق نو سي با بروكيوري بوكو دوكازيون، لكن لي زوكازيون جاو ماركيناهم، فهمت ماركيناهم، وترجي ماركيت في الدرجين الاخرانيين كما دربي عمناول. حتى شاهدوا نحن رشيد لاعبين النادي الافريقي شنو قالوا بعد اللقاء ثم العودوا للبلاتو. ما كان ناقص حتى شيء، كل شيء عملناه، خذينا الكولوار نتاعنا، هزينا معناها الديفونس الادفيرس في الكون نتاعه كهو. بعد 60 دقيقة الماتش مشى لاسبيرونس، الزهر ما كانش معانا، ممكن معناتها غلطنا من بعد 60 دقيقة، وترجي خد برشا سباس. ماتش من 30 ماتش معنا مازالوا 26، مازالت البطوله باش تلعب وان شاء الله نتعلموا منها. انا نيتي فابوري في البريمير ميتون، انا خي دي اوكازيون مي مالوروزمون الكونكريتيزاسيون ما كانتش. دو ميم في الدوزيام ميتون جاتنا فرصه كبيره معنا باش نفتتحوا السكور، معنا الاولى مع النجاوي توزكار ويسام. المعطيات ابارتير من الكارتون روج، تورنو دي ماتش كان الكارتون روج، تلعب انا اوتوماتيكمون تي با سوبير. هذا كان يسال قبل لا بالعكس، جمهور الكلوب ديما يبقى جمهور كبير وديما ورا جمعيته، فهمت سي نورمال. ديسيبسيون كانت كبيره بالنسبه ليه، كان ينتظر في ربح، ما جاش الربح، توا لازم الناس الكل تقف ورا الفريق، لازم ندزوا الناس الكل ونعاونوا. كانت هذه اذا تصريحات بعض لاعبي والاطار الفني للنادي الافريقي. صاحبي برشا كلام اليوم في النادي الافريقي على القيمه نتاع المدرب دانييل سانشيز وتعامله مع المحيط ومع اللاعبين، وهل هو حقيقه اليوم مدرب في قيمه النادي الافريقي، خاصه مع الضغط الكبير اللي مسلط عليه واللي ما يخفاش رشيد من قبل حتى ما تبدا البطوله، وكنت حكيت عليه انت صاحبي الضغط. طبيعي المدرب دانييل سانشيز ماهوش مرتاح، الغدوه كل يوم خبر باش يبقى باش يمشي باش يبقى باش يمشي، انا باش يفقد التركيز وما نجيبش يخدم مرتاح، خليه على اعصابه راجل. انا دور رئيس الجمعيه يكون جريء، ياخذ قرار، يخرج يعلم في ندوه صحفيه بصفه رسميه يقول المدرب هذا راهو عندي فيه ثقه تامه باش يكمل الموسم نتاعو، وبيا يقول راهو المدرب هذا وفات صلاحياته وباش تنتهي المغامره نتاعو. حاجه اخرى نحب نقولها وليد، النادي الافريقي البارح سامحني ما نجيش نحكي في حضور ثلاثه فنيين في الامور الفنيه، النادي الافريقي البارح زاد دفع فاتوره التهور جانب الاحبه نتاعو. كي تدخل انت ملعبيه داخل 0-0 كانوا ماخذين في ايديهم زمام الامور في الشوط الاول، يدخل الفيستير ويخرج يلقى حرب في الجرادان، وشوف التهور والتصرفات السيبيانيه للمجموعه من احباء الافريقي، وهذا بصراحه معروف النادي الافريقي عنده جمهورنا قاعدين يتفرجوا فيهم توا، جمهور كبير نادي افريقي وفي ويحب جمعيته برشا، لكن الناس هذوما ساهموا بطريقه وباخرى البارح في هزيمه النادي الافريقي ضد الترجي، نقولوا هذا دون المس من استحقاق الترجي الرياضي التونسي، الترجي التونسي لعب بذكاء وفي الوقت المناسب عرف وقتاش يباغت ويفوز بالمباراه. ما قلته على جماهير الافريقي ينطبق ايضا على بعض من جماهير الترجي، كنت حاضر انا وسعد المجيد وقراب الجماهير غاديكا، بصراحه تصرفات يندنها الجايبين. انت قلت قبيليك قلت علاش ما يتعب، ارسلت رشيد قلت له التيران يتعب بشتر بشتر، انا نقول لك يا ليتو ما عادش يلعب فما جمهور. لا لا ما قلتش رشيد، قال انا قلت فما خبراء فما امنيين هما اللي حدوا. حبيت نقول لك حاجه وليد، انا في ظل التصرفات لانه في عندنا انفلات اخلاقي كبير في الملاعب، في ظل التصرفات هذه انا دو بريفيرابل نلعبوا من غير جمهور خير ما باش نطالبوا مضاعفه الجماهير، لانه بصراحه اللي صار البارح عيب وفسد الدربي بطريقه او باخرى. انا نحب نقول زاد التصرف ما عرفش رشيد في باله ولا لا بالمعلومه، التصرف هذايا دفع فاتورته هيئه التنظيم في النادي الافريقي اللي حسب مصادر خاصه قبل ما ندخل البلاتو تم حل الهيئه هذايا الحل لجنه التنظيم للاسباب المذكوره. رشيد تعقيبك على هل فعلا معناتها الحادثه اللي صارت
معناتها بعد انتهاء الشوط الاول اثرت على اللاعبين ولا هل صحيح انه تم حل لجنه التنظيم في نادي الفريق؟ هما المجموعات تاع الاحباء هما كما تقولوا في اي جمعيه هما المحرك نتاع الجمهور. علاش؟ خاطر هما زعما اللي يغنيوا ماتش كامل، هما اللي دزوا حتى مش كانش جوالات حتى الجماهير الاخرى في الملعب. فكيف فقدوا الميزه نتاعهم هذيك اللي كانت موجوده في الشوط الاول، كيف فقدوا الميزه هذيك نتاع الشوط الثاني شفنا حتى الملعب كله معناتها الجمهور الافريقي رغم وجود وكل ما عادش ثم الامبيونس نتاع حضور 30,000 متفرج. المشكله والهذيا اللي صارت وكل انا لا اعرف اسبابها ولا متسبباتها، ونتخيل اللي هي بعيده كل البعد على الناس اللي نعرفها انا في المجموعات الاحباء اللي هما بيدهم نتخيلوا مستائين يمكن على خاطر يعرفوا المسؤوليه. المعلومه اللي عندي من مصادر امنيه رشيد تم سرقه بورتابل من احد الاحباء مثلا. اي هذا السبب اللي خلانا نشوفوا المظاهر هذيك. كان يطلع صحيح فشو قلت لك معناها هي تبدا بين زوج من الناس بعد اربع من الناس بعد ولي تات بانيك. هو مشكورين، هو الامن معناها عمل ايفاكواسيون تاع البلاصه هذيك باش وقفت باش ما يكونش ثم ديغا. لكن هنا ثم مسؤوليه كبيره. احنا كي نمشيو نحكيو مع الامنيين مثلا في الاجتماعات الامنيه وكل كي نتحدثوا نحبوا نطالبوا بحضور جماهيري خاطر نعرفوا جمهورنا بالحق يعطي الصوره الباهيه. وكل للاسف معناتها فريمون معناتها لليوم ما عنديش الكلام خاطر متفاجئين برشا معناتها من اللي صار. سورتو جمهورنا معناها انضباط ومثالي سورتو السيزون اللي فاتت معناتها في رياضات القاعات معناتها يعرف القانون كيف يحكي كيف يغني بالكلام بذي الكيب تاخذ المينوت ما يغنيش بالكلام بذي هذا كله نعرفوه موجود عندنا احنا من غير ما نحكي له معناتها هو بده يعرف شنو ليه وشنو اللي عليه. لقيناه البارح فريمون معناتها سيتي لا سوربريز حتى كي خرجوا جوالات من الفستير خاطر يعرفوا شنو القيمه نتاع الجمهور نتاعنا ويعرفوا لابور نتاعهم يعرفوا قداش يدز معانا. اكيد لجنه التنظيم رشيد لجنه التنظيم اللي يترأسها هي على راسها شكون مكرم العبروقي فما اي هل تم فعلا معناتها اي سيتم تشكيل لجنه جديده واضح. سعد مجيد وبعد باش نرجع لرشيد دانييل سانشيز هل اليوم ترى انه بعد هزيمه واكيد انه هزيمه الدربي مهما نقولوا رشيد ما نعرفش توافقني مش كيما هزيمه اي مقابله هزيمه الدربي ديما توجع اليوم هل قادر انه يكمل في الظرف هذا في الضغط هذا على راس النادي الافريقي؟ ديما هو القرار يرجع لهيئه النادي الافريقي اكيد حسب تصوراتنا معنا اكيد كما قال صاحبي مدرب معنا عنده برشا فترات هو مهدد كل اسبوع هو بده حتى يخرج يقول انا ممكن اخر ديكلاراسيون قال لازم انا اخر مقابله ليه هو حتى ما انت متحضر للسيناريو ولو في طهر المداعبة هو حتى يمشي لاسامه انا عندي معلومه يمشي حتى لاسامه السلامي قبل كل حصه التمارين يقول له شنو وريني ولا ما رانيش متحضر وخاصه لما يسمع فما عنده رئيس يقوم باتصالات مع مدربين اخرين وهو يدرب حتى من الناحيه النفسانيه ومن ناحيه التثقيف يفقد الشيء اللي شفناه هو بطل عملناه بطل الموسم معناها ما كانش بطل بالصدفه قام بعمل رجع النادي الافريقي بطل اليوم استحقاقات النادي الافريقي كبرت معناها وهذا هو مشكلنا راهو الديربي كما قال مش ديربي اول مره باش النادي الافريقي يربح ولا الترجي يربح مش هذا اهم حاجه اهم حاجه هالفرق هذوما التونسيه اللي اليوم تلعب في البطوله نتاعنا وين تنجم تمشي هل اليوم عندنا فرق قادره باش تمشي ترفع كاس افريقيا معناها هذا اهم حاجه هل المدرب هنا وقت يدخل في البرنامج هذا نتاع النادي الافريقي هو اهم حاجه راه بالنسبه للنتائج انا نقول ديما القرار يرجع لهيئه النادي الافريقي رشيد والله اليوم قعدتوا هل كهيئه مديره قعدتوا مع بعضكم تحاورتوا رئيس النادي ربما قاعد ياخذ في بعض الاراء شنو اللي صار 24 ساعه بعد الدربي من الناحيه الفنيه سماش قرارات ولا سماش قرارات ننتظروها في قادم الايام والله يا غزر لي احنا انا باتصال دائم مع السيد سليم ريحي ديما في سورتو خاصه معناتها بعد لي موفي ريزولتا اكثر منه بعد الريزولتا الباهيين معناها ديما باتصال الحق نتاع ربي في اي وقت معناتها كانت رسالته الاولى واضحه معناتها الموسم مازال طويل الساعه الاولى مازال 26 جوله عندنا ثقه معناتها في المجموعه اللي موجوده عندنا الكل بالنسبة للمدرب يعيش في ضغط كبير واحنا قاعدين كل مرة نحاولوا نحطوا الأمور في إطارها نقولوا ما ثمش تغيير سعد مجيد كلامه صحيح وسيد سليم ريحي يتصل برشا مدربين بتاتر هو دائما يتصل مع عدة فنيين حتى للاستشارة وحتى للحديث حتى باش ياخذوا رأي ولا رأي مخالف خاصة من أبناء النادي أي مثلا أبناء النادي ولا حتى غيره حتى من الفنيين معناتها برا من تونس هو بالنسبة لي أنا ديما نتعاطى في الأمور هذه نحاول ديما نكون معناتها مش دبلوماسي لكن واقع
واقعي، الامور التعاقديه الكل معناتها في النادي الافريقي مهتم بها السيد سليم الرياحي، واذا كان ثم اي حاجه رسميه بعد يطلبني كانش على الحاجات الرسميه، ما يطلبنيش باش نحكي على الحاجات غير رسميه، قول لي مثلا هذا لكن مؤشرات رشيد، مؤشرات مع ضغط الجماهير ولا ما ثمش مؤشرات، حتى الموسم الفارط بعد الهزيمتين المتتاليتين خسرنا 6 نقاط وقت 3 ايام بين مباراه ملعب القابس ومباراه المرسى، كثر زاد وقت الحديث على اساس تغيير داني سانشيز، ثم رئيس نادي الافريقي قال ما ثمش تغيير، فذا عالم كره قدم ذا الكره مدوره، صحيح تقول لي الريزولتا تقول لي هزيمه تاع ديربي مؤثره وكل، لكن بالنسبه لي انا الى حد الساعه هذه ما عنديش حتى معلومه تخص المدرب معنا. منير باش نغلقوا صفحه النادي الافريقي ثم باش نرجعوا نحكيوا على الترجي وشنو يستنى فيه. اليوم فريق تنتظروا مقابلات صعيبه، اليوم فريق باش يمشي للجزيز ومن بعد يستقبل في ملعب رادس ثم يتحول ويلعب في سوسه هكاك رشيد ضد النجم الرياضي الساحلي، اليوم كيفاش الفريق لازم يتعامل مع بعد مقابله الديربي لابري ديربي؟ هي مقابله الديربي كاي مقابله يعني اذا نحطوا استراتيجي في الواعد ونبداو بار بوان نقولوا فهمت، نبداو نحسبوا في المقابلات بالنقاط. نقول لي كما قالوا حتى الملاعبيه قالوا هذه مقابله من 30 مقابله، ما لعبنا 5 مقابلات ولا قداش، مازالوا 26 ولا 25 مقابله بما انه هو فهمت هنا. يعني احنا ندوخوا في الديربي ديما ندوخوا، عندنا كان مقابله الديربي لا في الربح ولا في الخساره، يعني فما 3 نقاط، انت مش بتاخذ 6 نقاط ممكن خاطر عندك ماتش روتور نتاع ديربي اخر فهمت. نعتبر اني النادي الافريقي مش واصل في الخدمه نتاعو يعني في المهمه نتاعو، واكيد للملاعبيه اكيد اللي مش يحسوا على الواد، والفرق الكبار هاي كل مره تخسر ماتش تخسر مقابله ما تخسرلكش صعيب ياسر فهمت، صعيب ياسر، وهذه هي يعني مش تشوفوا لهنا قوه الشخصيه نتاع الملاعبيه وسورتو يعني يشوفوا رواحهم اللي منقوصين من ملاعبي وكملوا بعشرة وخسروا، هذا هو اللي ممكن درس يكون درس لل خاصة منير الديربي راهو صحيح عنده ديزانسيدونس معناتها مورال معناتها ديما معناتها الخسارة تأثر، احنا لعبنا لطفي لعب ولعبنا كي نخسروا مع الكلوب ديما فما ماليز يصير الحاجة الباهية اللي قوة شخصية الملاعبية والتحضير النفساني نتاع المسؤولين ونتاع الإطار الفني كيفاش يرجعوا الفريق بعد هذيك الخسارة، وثم اليوم فما تريف باش تعاون برشا النادي الإفريقي، برشا باش تعاون باش يرجع للبليسيو نتاعو، تريف هذيك تخلي معناتها من هنا لرجوع البرومي نوفمبر ممكن تلقى روح أخرى وفريق آخر وكل شيء وتنسى الديربي. تفضل شي تفضل جوست كلمة أخيرة على فما برشا من جماهير النادي الإفريقي غاضبين برشا على مردود فاروق من مصطفى، انتقادات كبيره بصراحه، اظن الجماهير عنده الحق ينتقد الناس الكل في الخساره كما في الربح يفرح بالناس الكل، فمن حق الجمهور ينتقد اي شخص واي انسان متواجد في النادي الافريقي. فاروق من احسن الحراس الموجودين في تونس، فاروق هو بيدو وقت اللي يعمل هفوه ولا حاجه هو بيدو يعرف يحس بالمسؤوليه، البارح في المباراه كانت معناتها سور دو فوت من معز بن شريفيه حارس دولي الاخر في المباراه، كان نجم الافريقي ينتصر، دو فوت من معز بن شريفيه زوز كور ما شدهمش، كانت نجم الافريقي تمرك عليهم، مع العلم اللي زاد اللي فما ميريت نتاع جوار شات شوطه معناتها ببعيد وكياوزي وماركه، صحيح جمهور معناتها علاش معناتها ما نحطوش معنويات الناس، انا هنا ندافع على كافه مكونات النادي من رئيس النادي الاصغر محب، ولكن المحبين من حقهم ينتقدوا، لكن انا هنا مطالب باش ندافع عن الناس الكل. يعطيك الصحه رشيد، صاحبي كمل معك النادي الافريقي باش نمروا للترجي نحكيوا عليه. كلام سعد مجيد قال كلام صحيح، اما نحب نتواصل معك سعد مجيد، اللي قلته وحده ما يكفيش، يلزم زاده توا انا الاوان صراحه رشيد الهيئه المديره يلزم تلعب بالكوارت مكشوفه، مش نقص بالكوارت مكشوفه، فما برشا غموض، لعبيه مش خالصه، لاعب ياخذ شطر شهريه ويستنى. جماعه ياخذوا تحت الطاوله وجماعه ما ياخذوش، هذوما الكل ياثروا على مردود اللاعبين، هنا سي سليم وكافه الاعضاء الهيئه المديره مطالبين باش يتحلوا بالشفافيه اذا كان بالحق. صحيح الكلام هذا تقول فيه. انا متاكد انه صحيح. انا متاكد انه صحيح. هذا برشا كلام يصير بعض ساعات انتم كصحفيين. صحفي تاخذوا الكلام يصير في القهوي برشا كلام. انا رشيد نعرفه وكان فما حاجه. انا ما نتوقعش كان النادي الافريقي معناها باش يعطي لعبيه تحت الطاوله. سعد المجيد. دفاعنا لا. سعد المجيد لا خذ كل. ما نتوقعش انا جمعيه الكلوب امريكان صاحبي باش تعطي لعبيه تحت الطاوله انا ما تصيرش. انت قلت هذاك رايك، انا نحترم رايك سعد مجيد ما تصيرش، اوكي انت قلت ما تصيرش، اولا الصحفيين ما ناخذوش الاخبار من القهوي، عندنا دي سورس نتاعنا
انا نقع على روحي، انا ما نخدش من القهوه وما مانيش وذيني وما يأثر علي حد. انا عندي شكون من البيرو نتاع النادي الافريقي يخرج يقول لي واش فما صفا نعرف انا نقول لك فما شكون يخرج او اي عندي شكون يخرج من البيرو الكليب يعطيني اش فما به، وعندي في الترجي شكون يقول لي اش فما، وعندي في صفيقه لور ما نخدمش على القهوه واحده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لا باش ما نحطش الناس على كتفي الزملاء فهمتني. حاجه اخرى بالحق فاروق بن مصطفى حارس كان في نيفو في بنزرت جا الكلوب في نيفو، الحارس هذا وعلى مسؤوليتي انا، انتوما كمسؤولين لازم تخفوا له، فما برشا قله انضباط في حياه الخاصه اللاعب هذايا، وهذا سبب تراجع مردود. لا ممكن هو سمعني باش يقول كلمه، ممكن تنرفيز نتاع جمهور النادي الافريقي اكيد، هو مقابله الغلطه اللي صارت قريبه ياسر يعني ما بين المنتخب وال ولو انه هذا هو زاد منيره ولو انه فاروق جاب برشا مقابلات ربح برشا مقابلات النادي الافريقي ممكن هذا هو تواصل مع كلام الصحفي عندكم اختراق في المدير. لا ما باو اختراق لا باو ما نعتقد الصحفيين الكل عندهم للاسف وللاسف لا باو الصحفي يخدم في خدمته مانيش نحكي على الصحفي نحكي اكثر على المسؤولين اللي كيخرجوا من الاجتماعات ويكلموا ويكلموا مباشرة الصحفيين، الصحفي يخدم في خدمته في الاخر، لكن على العلم انه مش كان الصحفي راه فهم برشا صحفيين. قلت لك صحفيين، الصحفي يخدم في خدمته. الصحفي اللي يعطيني الكلمة اللي يجيب لي اللي يصب لي صب هذاك الصحفي. فالصحفي يخدم في خدمته مهمته في الاخر يجيب المعلومة، لكن العيب في المسؤولين تاع الأندية الكل اللي كيف يخرج يبدا يتمزق. هذاك هو العيب. بون هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية بالنسبة لحكاية لسالير. صاروا دي ديكالاج بتاع بايمون سالير في فتره من فترات في الصيفة. رئيس النادي الافريقي هو علاش ديما يتجبد الموضوع هذا خاطر العينين مسلطه برشا على النادي الافريقي على اساس ميزانيته كبيره ورئيس ناديه عنده من الاموال ما يكفي لتغطيه كل المصاريف تاع النادي. مشكل رئيس النادي الافريقي بركه مش النادي الافريقي بركه عنده ميزانيه كبيره، الانديه الكبيره الكل عندها ميزانيه كبيره يصرفوا برشا فيهم يصرف اكثر من النادي الافريقي ويصيروا فيهم دي روتار، لكن العينين اكثر على النادي الافريقي. النادي الافريقي صاروا له دي ديكالاج دو سالير في الصيفة. كانت ثم مراجعه اعاده مراجعه نتاع عقود في شهر جويليا بتاع الفروع الكل بتاع الاصناف الكل خلات معناتها حاجات حتى كره القدم رشيدة الكل كل 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 معناتها اعاده مراجعه عقود ينجم يكون مش حتى من جانب تاع ليسالير ينجم يكون معناتها في دي روبريك اخرين فهمت لا لا من باي ينجم يكون حتى في سياره ينجم يكون حتى في افنون ولا في كونترا جديد معناتها حاجه فهمت اعاده ال ال لا لا هاني جايب بالنقطه بالنسبه لل دونك سارا روتار اليوم لي جوار دونك فيهم برشا معناتها لي روتار اون تي ريغلي فهم بليزيور روتار. النقطه الثانيه اللي هي تخص بون تقول لي اثر دون لابسوليو يقول لك اي بتاتر، لكن كي نشوف بون ما نجمش هنا على خاطر ثم لعبها ك مع تمردود نتاعها منتظم وباهي كل ما الجري يدعو على ميم سيتياسيون تاع جولات اخرين وفي الفروع الاخرى كيف فما نجمش نحطوا هو حقهم كل لاعب وكل من حقهم يصير شرتار، لكن صار روتار هذه حاجه عاديه كما رئيس النادي الافريقي عمناول مثلا ولد عمناول خلصهم في فلوسهم وديما يخلص فيهم في فلوسهم فما فماش علاش ما يخلصوش في فلوسهم زاد سنه. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية وهما خلصوا في جراند بارتي معناتها فيهم حتى ملاعبية اللي خذات معناتها البريم دو روندمون أنويل بالمسبق. النقطة الثانية اللي هي تخص ملاعبية تحت الطاولة، أنا شخصيا ما عنديش حتى معلومة بالنقطة هذيا، رئيس النادي الأفريقي تعامل مع الموسم الرابع هذايا في سيس المريح في النادي الأفريقي، تعاملنا معناتها تعامل هو مباشرة مع عدة لاعبين معناتها دي كاركتير معناتها صعاب ونجوم وكل. ما نعرفش علاش ما ثماش علاش باش السنه يعطي تحت الطاوله الوركو معناتها دي سيتياسيون كيفهم تعداوا الموسم الفارطه يتعامل مع كافه اللاعبين على 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 كيفاش يقولوها معناتها ياخذ نفس المسافه مع كل اللاعبين ما عندوش لاعب مفاضل على لاعب وبل بالعكس الملاعبين اللي ما تلعبش اكثر هي اللي معناتها هي يمكن اللي حفزها. انا ناكد لك رشيد فما زوز خذاو تحت الطاوله باش يتكفلوا بمهمه باش يكلميوا لو جاو الاخرين وقت مازالوا ما خلصوش. واضح صاحبي حكينا على النادي الافريقي نمشيو نحكيو شويه على الترجي الرياضي هات نسمعوا ملاعبي الترجي شنو قالوا بعد انتصار البارح ثم نعودوا للبلاتو. الدربيه معناها ما فيه صنف ريزلتا ورانا جمهور كبير جدا صنف فيه الحمد لله ربي فرحناها اليوم ان شاء الله نكملوا نخدموا كيما هيك ان شاء الله وجاي خير. صحيح فما ريزلتا فما فرحه البليك من الحاجه اللي فرحنا لها هنا هو ما انت تشوف لي ديال براتيكمون 98 99% ربحناهم اليوم. الدربي يتربح كان بالديال نتساوى معناتها مقابله محترمه من النواحي الكل ما دواعد مقابلات هذوما لازم وحاضر كيما لازم شعار اصحابه الحمد لله واحد عاونه في ميتون دوزيام ميتون كان واحد مرتاح جسمو معناتها فخدي من يوسف والدريس سجلوا الاهداف من خدمه خدموها الجروب الكل. ربح ديما باهي في الدربي كيما هكا مالوريزمون جمهورنا ما كانش معنا اليوم
صحيح بالمير ميتون ما بديناش بالقدا، الخبره في الدربيات هي اللي نقصتنا الناس كل. قلت البارح بركه وانا قاعد الخام قلت الدربي هذاك انا برك باش ماركي. الحمد لله ساعه كما قلت لك قبيله نشكر النادي المهدف هذا السامي هلال خونا الغالي سي عمار، ما ناخذين الكونسيني اللي لازم يكونوا معنا، والحمد لله ربي كيبان نزيميتون طبقناهم كوم الفو. كلمتي قالنا شبيكم خايفين نلعبوا كورتكم، فما عدد لاعبين ما تعول دربي يلعبوه، هذاك اللي صار حتى لعبنا كورتنا كيف كيف عندنا الورقه الحمراء عاونتنا معناتها باش نجموا ندخلوا في المقابله خير. كانت معركه تكتيكيه كبيره، ميتون الاول الفريق النادي الافريقي كان افضل منا صراحه، ضغط نوع من العمليات نتاعو، خلق فرص، لكن احنا كنا متمسكين مليح دفاعيا، بدينا نلقاو التوازن نتاعنا وسط ميدان على مستوى الدفاع كنا بابا، لكن في خروج الكره كنا عندنا بعض الاشكاليات هجوميا شويه معناها على الاطراف ما كناش فاعلين برشا. شو الثاني بدخول ادم لقينا اكثر مساحات معناها احتفظنا اكثر بالكره، خروج الميكاري على ورقه صفراء معناها ثانيه ورقه حمراء معناها هي اللي ممكن صارت لنا اكثر ماموريه. مازال نخدموا مازال معناها مازال خدمه كبيره برشا برشا باش نقاولوا زي كيدير نتاعنا. عندنا معناها افكتيف ما شاء الله تري ريش، ملعبيه كلهم معناها عندهم الرغبه باش يكونوا متواجدين ان شاء الله. معناها الراحه هذه تمكننا باش نحضر مليح مباراه القصرين. إذن هذه كانت فرحة لاعبي الترجي وجماهيره اللي كانت حاضرة بعد اللقاء. سي لطفي اليوم ترجي النجم يقولوا ينجم يبني على لقاء الدربي. هو صحيح البارح أنا نتصور لي باش تكون الانطلاقة الحقيقية، خاطر ما تعرف ربح يجيب ربح، وهذا بعد الانطلاقة السيئة والكارثية في كأس الاتحاد الأفريقي الهزايم ورا بعضها، كملنا في كاس تونس ثم الجوله الافتتاحيه زاد نهزمنا مستقبل 3-1 هزيمه غير منتظره دخلت فينا الشك. دونك وقت اللي ربحنا المقابله الاولى والثانيه والثالثه كمل دربي بطبيعه دربي راهو عنده معناها عنده حاجه قيمه معنويه كبيره خاصة معنويه سواء من الطرف هذا او من الطرف الاخر. نتصور انا باللاعبين هذوما اللي عندهم مستقبل كبير واللحمه قاعده تتوجد، علاش؟ خاطر المشكله من الاول في الترجي التونسي كانوا الميركاتو خذوا عده لاعبين اربعه بركه باش لحقوهم القائمه الافريقيه قائمه التكميل، يعني ولاد الترجي التونسي تلعب فريق تشكيله في الاتحاد الافريقي تشكيله في البطوله معناها اللحمه ما توجدتش. صحيح توا تصور انا المدرب عمار السويح لقى يعني بدا يلقى في التشكيله المثاليه معناها اني لي مونبري يعني واحد زوز بدا يلقى، وبطبيعه وقت اللي توا الدفاع مثلا ديما يتغير ديما يتغير توا ثلاثه مقابلات هذوما شد ومعز بن شريفيه، معز بن شريفيه يلعب برا ومصاب مقابله الدربي مصاب عنده اصابه في ظهره، وهو اللي خلى الترجي التونسي انا تصوري انا هو اللي خلى الترجي التونسي في اللعبه خاصة في الشوط الأول ربما شد وسايب قوية كرة تبدا معناها على مترو على زميترو وشوطة قوية صعيب الشدة. هو البارح نتصور خلانا في المقابلة ما قبلناش أهداف واضح. سعد مجيد نجموا نتكلموا اليوم في الترجي على لمسة أو بصمة تاع الممرن عمار سويح، لاحظت فما تغيير في الأداء تاع الترجي؟ أول حاجة منير يضحك مانيش فيه مالش لا لا ديما ديما السؤال وجهته له اليوم لا ديما تحب نوجهه لك أنت؟ تو أنت لهنا مش يبدا كل اللغة الخشبية لا ما تصير أنا شوف أنا يعرفوني فلوس كاملة نتكلم كل الحق ما نجملش وقت يلزم العروس باش نسأل نفس السؤال نقول الحق نقول وقت ما عنديش حتى مجاملة الناس الكل يعرفوني نتكلم كل الحق. المدرب يربح أولا صحيح اللي كلامه لطفي في وقت ما وقعت خفنا على الترجي بعد الكوب لاكاف معناها خمسه هزائم متتاليه ما صارتش في تاريخ الترجي معناها
وملاعبيه كانت كل اسبوع فما فريق في الترجي التونسي. ملي جاء عمار سواح نجم نقولوا الى سابليزي سيتو ليفيكتيف ولا تقريبا ما بين 13 14 لاعب يلعبوا في المقابله. هذه نقطه معناتها هامه برشا. الانسجام تخلق. ثم رجوع شمس الدين داوادي قبل في محور الدفاع كانت معناتها نقطة قوية ياسر في الدفاع، لأن الترجي التونسي كان يقبل برشا أهداف معناها خاصة في محور الدفاع. رجوعه كان مهم. معز بن شريفية يتكلم علي لطفي معناها سيتي معناتها ان جارديان باش تعرف قوة مقابلات الكبيرة مقابلات وقت يمر فترات صعيبة ويرجع ورجع في الديربي، وممكن هو اللي كان من النقاط الإيجابية في الترجي التونسي. ثم الترجي كان يلعب تقريبا معناها يقبل برشا اهداف. علاش؟ كان تقريبا حسين الراقد هو اللي يقوم بالضغط على اليمين وعلى اليسار. الشعلاني كان موجود بحذاه لاعب معناتها امكانياته طيبه، لكن كان ديما يتقدم برشا لقدام. اليوم دخول كوليبالي نقطه هامه برشا. ايش رايك في اللاعب هذا صاحبي؟ كوليبالي والله بصراحه كوليبالي بوقت اوقات الناس الكل ايست منه، خاصه اللعب بالموسم وتعار الملعب التونسي. رجوعه معناها هذه ربما تتحسب بالعمار سويح، خاطر الى ايكيليبري بريسك ميليو تيران ولا قوه الترجي. هو للامانه راهو مش هو للامانه اللي معناتها شد صحيح في اللاعب كوليبالي هو المدرب السابق جوزي انيغو، باش نعطيه كل واحد حقه. صحيح. لكن قاعد يلعب كاساسي مع عمار سويح. دخل هنا وقت تبدا عندك معناها بريسك ميليو تيران معناتها دو جوار معناتها جوج لاعبيه فكاكه بالكدا معناتها، وخاصة من الناحية البدنية قويين يخفوا برشا على الديفونس نتاع الترجي اللي كان يقبل أهداف. ثم اليوم وقت خرج الشمام اليوم اكتشاف الظهير الأيسر حسين الربيع. حسين الربيع رأيك في هذا اللاعب هذا؟ ممتاز خاصة في الشوط الثاني ممتاز وكورته نظيفة ويطلع ومعناتها الدربي الأولاني نتاعه ويلعب معناتها بكل ثقة. معناها هذوما من الإيجابيات تاع لهنا. تحية سعد مجيد الاتحاد تطاوين، لأنه باش نعطيك معلومة اللاعب سعد بقير وحسين الربيع زوز اولاد اتحاد تطاوين. ثم ديما نقول الترجي ديما كان عندها ملاعبيه ديما ديجيني. معناها ديجيني معناتها عنده مواهب كبار برشا يلعبوا بالفتره يقلبوا معناتها سعد بقير عطاها لمسه فنيه كبيره برشا للترجي التونسي. معناها الملاعب هذايا تحس وقت ياخذ الكوره ذكي يقرا اللعب، معناها تحسه معناها يتصرف كل شيء عليه. عنده سنوات في الترجي التونسي، معناتها تحس توا الترجي هناك خاد مشكل قدام. وجود طه الخميسي ياسيني معناتها قوه كبيره في الترجي التونسي. انتداب ومعناها انتداب معناتها كان معناتها ايجابي برشا، لان لي سباس اللي خلقهم وتحركاته نتاعو يخلق تحركات كبيره للريحت. يطلب كوره هنا نرجع فما ملاعبيه يلزم تفيق على روحها. مثلا فخدي بن يوسف الهدف هو اللي منعه، اليوم عدنان مازلنا فخدي بن يوسف ما عطاش معناتها الناس كلها معناتها تتوقع اكثر قيمه اكثر. معناها الفالور اللي جا عليها وحتى الصفقه الكبيره مازال فخر الدين يوسف مازال ماهوش هو نتاع فخر الدين اللي لعب نادي الصفاقسي. معناها مجيد بالله تفضل تفضل نتفاعلوا. فخر الدين بن يوسف احنا نلعبوا اتاك كلاسي هو في نادي الصفاقسي يلعب الكونتر يلعب الكونتر يعطيك الصحه يلعب يطولوا يلعب الكونتر يجي نرجع للسي اس اس مش ايكيب تاع كونتر او سي اس اس لا 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 هو لعبه هو طبيعه لعبه يعني انا نقول في الهدف اللي سجلوا فما كي تشوف الهدف تلقى ثلاثه ملاعبيه في وسط ال في وسط يسير الاثنيتي وفخر الدين بن يوسف ورجي كي نشوف اني مهاجم في الاكسيون هذيك يعني في الوقت المناسب تلقى غادي ماهوش يعني باش نقول لك حاجه فهمت نعطيك حاجه يعني انا شنو حاب نقول أيه. نقول في المقابله هذه أيه. تقول لي ممكن نعمر سويح تقول لي مدرب اخر كان على الواه اني نقول ديما المريد ديما للملاعبيه راه لا صحيح شو المريد ديما للملاعبيه علاش خاطر مقابله صعيب على الترجي ويعرفوا الملاعبيه اللي مقابله صعيبه قدام جمهور النادي الافريقي يعني نعرفوا النادي الافريقي تحب اكثر المقابله هذه حاشتها بالمقابله هذه ها وشفنا الملاعبيه نتاع الترجي تعاملت مع 90 دقيقه نقول ان تعاملت مع 90 دقيقه شنو يعرفوا رواحهم الشوط الاول ما همش هكا الكل
حطوا البلوك نتاعهم وعرفوا. سامحني مش على المقابله احنا نحكيو، نحكي على الفالير دو جوار. نعطيك حاجه الفالير نتاع الملاعب مش تلقاها غادي باش يحط كوره. نعطيك حاجه ماهوش بالظهر يعني نقول لك حاجه. فخدين بن يوسف حتى واحد يشك في امكانياته بالك، ما نشكيش في امكانياته. تاخذ صابر خليفه، صابر خليفه وقت يمس الكوره يعمل لك دونجي، يعمل لك كل الكوره يعمل لك دونجي. الان كونتر ان الان كونتر دو رابيديتي رابيدي انا فهمتش كيف كيف. لا لا فرد 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 خيسار واحد على بعد يسار واحد على يعني. لا لا سامحني لا فرد 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 واحد تومبيرامون دو جو. الاخر الاخر رابيد اكثر على الملعب هذا حتى فقد دي رابيد. لا شو كل واحد كيفاش يتعامل مع المقابله. انت ما فهمتنيش بوني. قلت انا فخدي بن يوسف اللي جاب صفقة كبيرة اليوم مش في قيمة الأموال اللي وحنا حكينا في المعطاش الترجي اللي سنوا فيه هذا حبيت نقول ما شاكينش في إمكانياته صحيح. يعني شنو المطلوب منه؟ مطلوب منه في قدر يخدم ربما يخدم في المول ويخدم ربما لا والبلاش باش تكون علاش ما تخش في المول؟ شوف شوف سعد بقير صحيح صحيح طون باش يتصدر علاش؟ خاطر تكنيكمون جبت لي فور الملاعب هذا بقير بالنسبه لي ترجي توا عند الملعبيه نقول اني عند الملعبيه وقعدت ما يقول فما ثلاثه خميسي بقير بن يوسف هذو اخطر ملعبيه في الواحد خاطر نعرفوا الخنيسي وشفناه جاب الاخطر وين يطلب الخنيسي ديما ورا الظهر ديما ورا الظهر اصلا جيت قدامي انا قلت وين قلت شو عكس انا مش مشاتك في فخر الدين حد انا فخر الدين مازال ما قنعنيش انا شخصيا باه مازال ما خلانيش اني نقول اني باه نقول ما عطاه شيء صحيح يجب يترشخ راه مازال اسمع في الهدف هذاك اللي سجله مش اي لاعب انا فهمت من منير مش اي لاعب ينجم يسجل يعني مش اي لاعب نقول اني الوقت المناسب كان غادي واحنا مطالبين اي مهاجم يكون في الوقت المناسب وهذا هو الوقت المناسب هذه كيفاش بعد ساعات اللي نلقى شو باش يجي ترمين على الترجي سيسوكو نقطه استفهام انا شوت لين وقت لعب الترجي تقريبا الترجي تقريبا نقص ما كانش موجود بالله هنا نحب نبدا حكايه الاجانب في الترجي اليوم تاع مجيد معناتها لا ما ثم حتى لا اليوم كليب كوليبالي كوليبالي سيدو سفاكسيون ابار كوليبالي سي لودفي لا ما اليوم انا كي نلقى اليوم كي نلقاو يدوك بولبوا ماهمش في الليستا ايشاكا ديارا مدافع موجود على البنك اللاعب الوحيد الاساسي واللي كانوا ربما باش يستغناو عليه كما قلنا لولا انه جوزي انيغو لانه كان لاعب نيجيري جاي سوكاري وفي اخر لحظه تمسك انيغو بلاعب كوليبالي اليوم ديارا مازال عايد من الاصابه مازال كيلعب مع الفريق النخبه مازال اليوم الاجانب في الترجي بالنسبه لدوك ناقص شويه انضباط لازم شويه انضباط خاطر من الاول كان تفكروش اول ما جاء عدى مقابلات لكن حتى في المقابلات الكبيره الترجي ما لقاش دوكسي ما قلت لك قله انضباط انت تعرف شنو انا فهمت سؤال وليد هاي. اليوم لي جورد في الاترانجي تاع الترجي التونسي معناها تاخذ انت ماليتولي وتاخذ مايكل وتاخذ يانيك في اول مجال يانيك وتاخذ افول معناها تحس فما ديفيرونس كبيره البلايلي فما على مستوى القيمه الفنيه والبلايلي معناها هنا يقوم ترجي التونسي اجانب في الترجي اجانب اليوم كي لعبوا تلعب جوار واحد كوليبالي ما يكفيش خاصه الملاعبيه هذوما مازالوا ما ظهروش معناها الفلوس اللي جابوا بهم فلوس كبيره برشا هذاك علاش اليوم فما النقطه الاخيره هبنا انا قبل من قبل حتى مع جمهور الترجي قل لهم يا عباد ما تتسرعوش في هكا في تفكيركم مش خاطر ملاعبي ضيع هدف ولا مقابله الاثنين ما لعبش بالقدا نذكروا محيرسي كان جمهور الترجي كل ما يهبط محيرسي يزف معناتها كان ديما ضده بينما انا كنت امن به ملاعبي كبير ياسر محيرسي اقوى من سيسوكو واقوى من اللاعبيه اللي موجودين حتى تكلمنا عليهم نقص ثقه الهدف نتاعو هذاك اللي سجلوا معناها ان شاء الله مش باش يرجع له ثقه اكيد باش نلقاو محيرسي اخر ما انت هنا ترجي ما نعرفش شكون المدرب الهيئه اللي استحضرت على المحيرسي خاطر كان نجموا يسيبوه لان يعني جمهور الترجي ما كانش قابل اللعبه هذيا حتى في حال البنك شفت معناها بعد ساعات نتسرعوا احنا برشا ونحكموا على ملاعبي بسرعه لا هو من يجي عمار صويح والحقيقه تقال معناتها يعتمد عليه كلاعب رقم 12 هذاك الجوكر معناتها هذا نفس الشيء صحيح معناتها على لاعب جويني من اللاعبيه الممتازين برشا علاش لازم جمهور الترجي يصبر على ملعبيته واضح وليد كلمه قال سعد مجيد نكمل معاك دوسي دربي صاحبي سعد مجيد قال كلمه على المحيسي انا زاده بالحق هذه فرصه نحب نعتذر من لاعب احمد خليل بجده قسيت عليه في فتره ما بدرجه كبيره
وانا اليوم اكد لي انا ظلمته الملاعب هذايا وبالحق وينتقل قلت لي ملاعب ان جرون جوار اه ولا بالحق في اسمع غلطت في حقه وبالحق جي مكسكيوز الملاعب هذايا اكد اللي هو ملاعب كبير برشا حاجه اخرى ما نجمش نمروا عليها شمس الدين الذوادي كان رائع في الديربي سورتيران لكن برا ما كانش رائع في مقطع فيديو تصرف مشين في حق رئيس النادي الافريقي سي سليم الرياحي والتصرف هذا ما يليقش بلاعب يلعب في مدرسه كبيره اسمها الترجي بعد اللقاء بعد اللقاء حاجه اخرى نحبوا سي حمدي المدب كان متغيب بارز البارحه على الدربي سمعنا وليد تمريضه هذه مناسبه باش نقولوا ان شاء الله لاباس وربي يشفيه ان شاء الله لاباس الوليد سي حمدي والحقيقه الحاجه اللي تفرح ربما رشيد هي العلاقه والجو الباهي والمزيان اللي شفناه بين اللاعبين اثناء اللقاء وحتى بعد اللقاء حتى اللقطه اللي صارت ربما المناوشه بين معز بن شريفيه وعبد القادر الوسليتي شاهدنا كيفاش وفات يظل لي هذا اللي يقعد معناتها يقعد هذايا وكل بون باش نرجع شويه يمكن اللي صار شويه بون نعتقد اللي الفرحه كانت كبيره برشا معناتها فهم برشا ملاعبيه صغار الترجي فكانت لهم فكانت لهم معناتها فرحه وكل كما ربما صارت قبل زي لا اما لا اما علاش لا لا مش تقف تبريرات بالعكس هما بون معناتها كانت فرحه بتاتر اكزاجيري نقول لهم بتاتر مساج للبطوله مازال طويله معناتها ما تفرحش برشا كي قبل ديربي معناتها بعد ديربي واحده اثنين التصرفات معناتها لي فيديو ذي لموضه للجوار لهذا الحمد لله بو احنا في الكلوب مسيطرين على الامور هذايا ما يلزمش يصيروا دي بوردمون من نوع هذايا لاعبيه معناتها هي ملاعبي سهله لو بعد فيكتوار تهز معناتها تليفونك وتصور روحك وانت تسب في الكلوب وتسب في رئيس الكلوب ولا في اي جمعيه اخرى سهله برشا معناها حتى في كرابتك ما تنجم تعملها نحاولوا معناتها ريدا هنا مسؤولية الترجي باش يراقبوا اكثر مع التصرفات نتاع لاعبيتهم خاطر صدرت منهم برشا حاجات البارح حتى من المسؤولين نتاعهم بيدهم صدرت منهم شويه حاجات اللي حقيقه معناتها ما تليقش معناتها وديما خاطر دربيات مازالوا موجودين تقول لي بتاتر كل البريسيون ولا معناتها بعد الهزيمه معناتها بتاع مباراه الاياب معناتها نهائي البطوله بتاع الموسم الفارط هو اللي خلى بتاتر الشيء هذا نحب ميساج اخر الجمهور الافريقي احنا العقليه نتاعنا نتشرفوا بها برشا في النادي الافريقي احنا عقليه خاطر ديما نقفوا مع جمعيتنا في النادي الافريقي احنا عقليه خاطر نقفوا معاها في الخساره مش في وقت الزهو ووقت الربح احنا عقليه خاطر نقفوا معاها حتى في العوام نتاع الظلم ونقعدوا ديما نحبوها نتكاثروا احنا عقليه على خاطر باش نقعدوا ديما ورا النادي الافريقي وان شاء الله في اخر الموسم باش نكملوا واضح شيد احنا هكا نكونوا سكرنا ملف الديربي باش نمشيو توا الركن الوجه الاخر وجمعه هذه اخترنا اللاعب السابق للنادي الاولمبي للنقل الحبيب جن